سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان الحمد لله. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، كنتمنى هنا الاعجاب ديالكم. الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم او نحضر معكم واحد الفطيره اللي كتجي زوينه بزاف، وبواحد الحشوه اللي حتى هي زوينه، كتجي مقرمشه وكتجي لذيذه وكتجي زوينه حتى في الشكل ولا في المذاق. ويلا معايا باش نتعرفوا على المقادير والطريقه التحضير. وهادو هما المقادير ديال الحشوه ديالنا. اول حاجه كناخذوا مقلاه نديروا فيها شويه ديال الزيت، كناخذوا واحد البصله اللي قطعناها قطع صغيره، غادي نشحروها مزيان مع داك الزيت. انا هنا كنقول غادي نقول لكم مقادير ما قلتهمش لكم من قبل، هنا كنوجد وكنقول لكم مقادير في نفس الوقت. عندنا هنا واحد الفلفله حمراء، عندنا هنا التوابل فيهم الملح والبزار والسكينجبير وشويه ديال التحميره، وهذه الهريسه والثومه غبره والبصل حتى هي غبره. هنا الكفته على حسب داكشي اللي عندكم. صافي كنشحروا كلشي مع البصله، من بعد كنزيدوا الكفته ديالنا، كنبقاو هكا نحاولوا اننا نحلوها بالمعلقه. صافي من بعد ما كتبين الكفته كنزيدوا الزيتون هكا دوائر. صافي نخليو الحشوه تبرد وندوزو دابا العجين. اول حاجه كنديروا نص كاس ديال الحليب دافي، كنزيدوا عليه واحد المعلقه كبيره ديال خميره فوريه او خميره ديال الخبز، واحد المعلقه صغيره ديال سنيده، ونص كاس ديال الدقيق الفورز. كنحركو مزيان على هذا الشكل حتى كيتمزجوا لينا دوك العناصر او كيتفاعلوا. كيف ما كنعرفوا حنا الخميره كتفاعل بزاف مع السكر. كنغطيهم بواحد الفيلم اليمونتير ونخليهم واحد 15 دقيقه حتى كيتفاعل لينا داك الدقيق مع سنيده والخميره والحليب. من بعد ما دازت 15 دقيقه كيف ما شفتوا بحال خمر لينا، كنزيدوا واحد ربع كاس ديال الحليب، ربع كاس ديال الزيت، كنحركوا هكذا مزيان. كنزيد واحد نص معلقه تقريبا ديال الملحه، واحد معلقه صغيره ديال الخل. الخل هو اللي غادي يعطينا ديك القرمشه، وبيض بيضه والصفار نحتفظوا به للدهن. صافي غادي نبقاو نحركوا على هذا الشكل. غادي نزيد واحد الكاس ديال الدقيق الفورص، هنا غادي نزيد جوج كيسان، غنزيد هذا الكاس الاول وغادي نزيد الكاس الثاني وغادي ندلكها شويه. صافي من بعد مباشره ما نخليوهاش ترتاح، مباشره غادي ندوزو نديروها هكا على هذا الشكل طويل بحال هكا. هذيك العجينه اللي حضرنا غادي نحربلوها هكا طويله ونقسموها على 6 ديال الكويرات كما كتشوفوا. غادي هادو غادي نحاولوا نديروهم كويرات صغار على هذا الشكل مباشره، حتى هما ما غاديش نخليهم لا يخمروا ولا يرتاحوا انهما رطبين. هاد العجينه كتجي رطبه بزاف. صافي كنقرصهم هكا، كندلكهم شويه بالمدلك كاملين هادوك 6 ديال الكويرات، كنديرهم هكا على شكل دوائر، ما كنرقوهمش بزاف من بالمدلك، غير كنضربهم غير شويه بحال هكا كيف ما كتشوفوا. كاملين كنديروا لهم هذه العمليه. وهنا غادي نكون خديت مارغارين تقريبا واحد ربع ديال المارغارين، غادي ناخذها وغادي نديرها في الفريكو حتى تجمد، وغادي نحكها ونخلط معها واحد شويه ديال الفورص
هي اللي غادي نوثق بها كيف ما كتشوفوا هذه المارغرين محكوكه وخلطتها مع شويه ديال الفورص باش غادي نوثق بها هاد الفطيره باش تجينا مقرمشه موثقه كيف ما كتشوفوا. هاد العمليه غادي ناخذ الدائره الاولى او العجينه الاولى ندير فوقها الزبده محكوكه مع الفورص وغادي ندير فوق العجينه الثانيه ونفس العمليه حتى نكملوا بالسته ديال الدوائر ديال العجين الا الاخيره اللي ما غاديش نديرو فيها الزبده. انتما كتشوفوا في الفيديو كيفاش غادي ندير ليها هكا. كنحاولوا نقادو لجاتنا شي وحده كبر من وحده او صغار من وحده كنحاولوا نقادوهم باش يجيونا قد مازال غادي تقادو باش فاش غادي نضربوهم بالمدلك غادي تقادو لينا غادي حنا نحاولوا اننا نقادوهم من الاول. صافي كنديروا هكا هادي كنظن الدائره اللي قبل من الاخيره. صافي كنجيبو هاد الاخره كنقرصوها شويه بيدينا على هاد الشكل غير باش تشد الفورمه او الشكل ديالها. من بعد كناخذو المدلك وكندلكوها كنحاولوا اننا نرقوها شويه ما نخليوهاش غليظه لانها مازال غادي تنفخ لينا في الفران. صافي كنوثقوها هكا بالمدلك نحاولوا اننا نقادوها باش تجينا دائره مقاده وهي ساهله في التسريح ديالها. صافي هنايا كنديروها في لاطا اللي كتدخل الفرن كندير واحد التبصيل او زلافه او اي حاجه عندكم هكا دائريه غير باش كنطراسي واحد الدائره اللي غادي تجي الوسط اي حاجه تكون دايره ماشي مشكل. كنحاولوا اننا نطراسيو ما نوضكوش ماشي نحلو العجينه غير كنطراسيو خفيفه كما كتشوفوا على هذا الشكل في الفيديو. من بعد هذيك الدائره اللي درنا في الوسط كنحاولوا اننا نقسموها على 8 ديال المثلثات. هنا كنقسموهم ماشي كنطراسيو غادي تجينا 8 ديال المثلثات. كيف ما كتشوفوا هنا كنحاول انني نجيبهم قد ما تجيناش وحده صغيره وحده كبيره. وكل مثلث كنحاولوا نديروا فيه خطوط على هذا الشكل وكنزيد واحد الخط في الوسط كنديروا تقريبا ثلاثه الخطوط واحد على اليمين واحد على اليسار وواحد في الوسط. وملقيوهمش ملقيوش دوك الخطوط باش ما تقطعش لينا العجينه. هادو غير باش كيعطيو واحد المنظر لهاد الفطيره وانتوما مبغيتوش ديروها ما ديروهاش ماشي مشكل تخليوها غير هكاك تقطعو غير مثلثات وتخليوها عادي. صافي هنايا كنعمرو ديك الفطيره ديالنا بهاد الحشوه ديال الكفته وممكن انكم ديروا اي حشوه الطون الدجاج اللي متوفر عندكم ماشي ضروري ديروا كفته اللي كاين راه هي اصلا كتجي زوينه واخا ديروا فيها غير الخضره هكا تحكوا خيزو ولا الكورجيت وتشحروا مع البصله وهكا كتجي زوينه. صافي كتبقاو هكا حتى كنعمروا الفطيره ديالنا من الجناب وكنحكوا الفرماج حمر كنديروا فوق منها هكا نحاولوا اننا نديروها كامله
الفرماج احمر. صافي هنايا غادي نحاولوا اننا نهزوا كل مثلث نجيبوه للجهه الاخرى كيف ما كتشوفوا. الطريقه واضحه في الفيديو. غادي نجيب المثلث نحاولوا اننا نديرو غير بشويه باش ما تقطعش لينا العجينه. كيف ما كتشوفوا كنحل هذوك الخطوط اللي كانت دات من قبل، كنحاول انني نحلهم باش يبانوا. صافي كنجيب كل مثلث هكا كنبقى غادا على هذا الشكل حتى كنكمل. كندهنوا بالصفار بيضة مع شويه ديال الحليب. وهنايا كي كنكون ديت الفران يسخن، انا غادي نكون شاعله الفران حيت خاص تدخل الفران يكون سخون من الاحسن. صافي هنا ملي كمل الدهن ديالها كنرش بشويه ديال البافو. صافي غادي ندخلها الفرن ساخن تقريبا حوالي واحد 25 دقيقة حتى 30 دقيقة. نديروها من الفوق عاد نهبطوها لتحت حتى تطيب من الفوق، من التحت عاد كنهبطوها تطيب من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي زوينة بزاف بزاف وكتجي مقرمشة وموضقة بحال اللي مصايبين بالعجين موضق، ولكن تقريبا كتجي تماما بحال مصيبه كيف ما قلت لكم بالعجين المواضق، وهو ماشي العجين المواضق، طريقه مبسطه ديالو. وهذا هو الشكل النهائي كيف ما قلت لكم، وكنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كيف ما العاده الى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك، واللي مازال ما تابوناش معايا يدير ابوني. وشكرا على المشاهدة، إلى اللقاء فيديو جاي إن شاء الله.